يقول شخص لن يصلي إلا من شهر رمضان، فهل يصح صومه أم لا؟ هذا الذي لا يصلي إلا في نهار رمضان إن كان صلاته في نهار رمضان ورجوع إلى الله وتوبة من تركه للصلاة أثناء العام، وعزم على أن يستمر على أداء الصلاة فيما بقي من عمره، فإن صومه صحيح. حتى ولو قلنا بأن تارك الصلاة يكفر بترك فريضة واحدة كما قال به بعض السلف، فإن توبته تجب ما قبلها. أما إذا كان يصلي رمضان وهو مصر على أنه لن يصلي إذا خرج رمضان، فإن كان يعتقد أن الصلاة لا تجب في غير رمضان فهو كافر، وصومه مردود عليه، وصلاته في رمضان غير مقبولة منه. وإن كان يعتقد الفرضية لكنه مصر على الترك معصية لله وفسوقا، فإنه يقبل منه الصيام، لكنه يخشى إذا ترك الصلاة بعد رمضان أن يموت على هذه الحال، ويكون موته خطيرا جدا بالنسبة لحاله، هل هو مسلم أو كافر؟ نعم.